السلام عليكم مشاهدين لولو يامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العصير عاوتاني العصير مفيد. هذا العصير مفيد بزاف في الاطفال. المهم بلا ما نطولوا الفيديو، بسم الله على بركة الله. غنحتاجوا في العصير ديالنا، عندي هنا كاس صغير ديال الزبيب اللي غسلت مزيان. المهم كاس صغير، انا هاد القياس اللي غادي ندير درت كاس صغير ديال الزبيب. اش غندير البنات؟ غنديرو في الكاسرونه، ها هو مغسول، غنزيد عليه الماء، غنديرو فوق البوطه فوق النار حتى كيطيب لينا الزبيب. المهم واحد 10 دقائق نطلقوه من بعد. المهم ها هو الزبيب بعد ما خليناها واحد 10 دقائق كيطيب، كنخليو الماء ديال اللي طاب فيه الزبيب، كناخذو الخلاط الكهربائي كنديرو فيه الماء والزبيب. هذا العصير راه مفيد للاطفال البنات، وحتى حنا علاش لا ما نتناولوش ما نشربوش هذا العصير. كيقوي الذاكره المهم، وكيساعد على التركيز. عندي البنان، كلشي كيعرف البنان كيساعد حتى هو على التركيز. البنان مفيد بزاف البنات. نديرو البنان بسم الله. المهم ديرو جوج بنانات او لا وحدة اللي موجود، ماشي مشكل. انا كنحضر العصير اللي موجود عندي، عندي اليوم جوج بنانات غنديرهم. المهم كندير البنان، المهم درت جوج بنانات، ممكن دير هو الموز ممكن ديروا ثلاثة ما فيها باس، لان البنان حتى هو كيساعد على التركيز. المهم انا العصير غادي نزيد فيها فلون كراميل اللي عندي، ممكن ديروا نتوما النكهه اللي كتبغيو. انا كيعجبني فيها النكهه ديال الكراميل، غنزيدوا على العصير. المهم العصير ديالنا مفيد بزاف، كيساعد على التركيز والذاكره. نديرو الفلون اللي كيجي فيه لذيذ بزاف. كنشكر المشاهدين لولو يامي اللي كيصيفطوا لي تعاليق زوينه، كنشكركم بزاف بزاف. كنشكر البنات اللي عجبهم العصير، كنشكرك حنان ميس. انا راه هديت لك، انت الاولى هديت لك الخبز الفراح اللي في العروبيه، حيت كنتي سولتيني على العروبيه ودرت الخبز واحد النهار في العروبيه وهديته لك انت الاولى. وكنهدي لكم كاملين البنات، كنهديكم هذا العصير، كنعرفك من متتبعين ديالي. شكرا بزاف، جزاك الله خيرا. انا كنهدي لك العصير ديريه لوليداتك كنهديكم هذا العصير كامل، كنهديه للجوالات، كنهديه البنات اللي معايا كاملين، حيت ما يمكنش كل واحد نذكرها بسميتو. كنشكرك بزاف حنان ميس اللي كتردي البال، ما شاء الله عليك. نهديكم هذا العصير كلكم كل واحد بسميتو. المهم غادي نطحن العصير نطلقوا من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي البنات، بعد ما طحنته مزيان كيجي بحال هذا الشكل. المهم هذا الخلاط فيه جوج اطرو، جوج بنانات وكاس صغير ديال الزبيب البنات، كيعطينا جوج اطرو ديال العصير اللي زوين بزاف للاطفال، اللي كيساعد على التركيز وكيساعد على الذاكره. المهم مزيان للاطفال ومزيان لينا حتى حنا، علاش لا. المهم الا درتو ممكن ديروا التفاح، كندير حتى التفاح، ولكن التفاح كنطيبو مع الزبيب. علاش كنطيبو الزبيب البنات؟ باش كيحيد هذوك العظيمات اللي كيكونوا، حيت مفيدين هذوك العظيمات باش ما يبانوش الاطفال ملي كيشربوه، حيت ملي كنطحنوه ما كيبانوش ملي كنطيبوه، حيت الفوائد راه مشاو مع الماء اللي طيبت فيه وهو اللي كنطحن فيه العصير. الى عجبكم العصير ديال لولو يامي ما تنساونيش باللايكات، جزاكم الله خيرا. كنشكر البنات، كنشكرك اسماء ناضوري، كنشكرك اللي حطت تعليق على العصير، لقيت تعليق ديالها في الصباح، كنشكرك بزاف. بالله جربت واحد العصير عجبها، كنشكرك بزاف. انا هلاي اختك الحبيبه ديالي. كنشكر البنات كاملين اللي كيجاوبوني على العصير، كنشكر حاجه شيرين، كنشكر حنان ميس، كنشكر ديكور حنان، جوالات الحبيبه ديالي، كنشكر يانات هي جنات، كنشكر ليلى من الجزائر، كنشكر زيزي بيس.
ام سبيل عالم الطبخ والجمال، كنشكر على مجدة جمال، كنشكر سمية الادريسي، سمية الادريسي، حنان اكسبريس، كنشكرك بزاف، شهيوة سميرة، رشيدة استراليا. المهم كنشكر كلكم، كل واحد بسميتو، واللي نسيت يسمح ليا بزاف. المهم نتمنى يعجبكم العصير ديال لولو يامي، الى عجبكم ما تنساونيش باللايكات، جزاكم الله خيرا. المهم البنات، انا ما كندير السكر لان الزبيب حلو والبنان حلو، الى بغيتو السكر زيدوه او لا العسل، هذا هو الشكل ديال العصير ديالي، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. واو على ريحه. مع السلامه، الى الفيديو المقبل ان شاء الله، القاكم على خير.